بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله وحفظه. ينطلق بنقول شوطنا 13 في دفعتنا الثانية للإبكار المحليات الأصايل. نتمنى دائما التوفيق والناموس لشعارات أبناء القبائل وأمهاجر الذي سجل وسطر التوقيت الأجمل 6 دقائق بالوفاء والتمام. تهانينا لعامر بن محمد بن عبيد المزروعي حقيقة على أداء مهاجر في أرضية هذا الميدان، وشوطا جديد مع شعارات غنية حقيقة عن التعريف، شعارات حقيقة لها بصمة في هذا العالم الساحر الجميل. أذهب إلى المركز الأول، دمعة مسري بن سيف بن نايع بونواس يعلها دمعة فرح. النقلة على جبارة عبد الله بن سعيد المهيري، وفي المركز الثالث هناك روعة لأحمد بن سالم العامري، وفي المركز الرابع يا سلام يا نهايب شعار متعب محمد بن حمد بن مصرح الأحبابي على رابع المراكز، بينما المركز الخامس حظ خليفة بن خميس بن سعيد الهاشمي، وفي المركز السادس هناك وقار لخلفان بن سيف الغويس. سابع المراكز هنا شواهين سالم بن ماجد بن سالم الغربي الشمسي حاضر الغربي مع شعاره وأداء الجميل. النقلة على المركز السابع بنقول نعم ثامن المراكز من تأتي في هذه اللحظات ريمة سعيد سالم بن واصل اشتبي، وفي المركز التاسع يا سلام يا غارة مطرف سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز العاشر الشاهيني لعلي بن عبد الله بن علي بن واصل. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت نتيجتنا وندائنا الأول للعشرة المراكز الأولى، ودمعة دمعة 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 للمضمر الصغير المتألق حقيقة مسري بن سيف بونواس. يلا يا ابو سيف، يلا يا ابو سيف، خليك في الفورما وخل جماهيرك متع. انا اقول لك متع جماهيرك، متع محبينك يا سلام. جباره ايضا جباره في سن الحقاقه، والله انها متالقه ما شاء الله، متالقه سواء انطلقت في أي أشواطها دائما تتألق. نتمنى عودة لجبارة، نتمنى لها التوفيق والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، العودة والعود أحمد إلى الصدارة، إلى جبارة، إلى مهيري، إلى أبو سعيد. نتمنى لك، يلا يا أبو سعيد، عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري الذي قدم لنا جبارة في هذا الانطلاق، نتمنى التوفيق. بينما دمع مسري بن سيف ونواس ثاني مراكز، نهايب محمد بن حمد بن مصرح الحبابي المركز الثالث، المركز الرابع روعة احمد بن سالم الزعيتر العامري يا سلام، بينما اللي في المركز الخامس وقار لخلفان بن سيف الغويس. هكذا مستمعينا الاعزاء كانت نتيجتنا الله وصل الغويس، وصل سالم بن مانع، وصل سالم بن مانع يا سلام يا سلام. هناك سالم بن مانع الغويص مع اشواق يا سلام. هاي اللحظات الاخيره، ها هي اللحظات الله يا وقار، الله يا وقار، اندفعت وقار وسيطرت وقار على المركز الاول
سيطرة وقار على مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا خلفان بن سيف على غويص. أشواق سالم مانع على غويص. ثالث المراكز أيضا حظ ولا روعة. أحمد بن سالم بن زعيتر العامري المركز الرابع. صوصلة حبيلة ولا غارة المطرب سعيد بن عبيد الحميري. بينما رابع المراكز المركز الخامس هناك الله يا خيرة خير خير عبد الله بن صالح جربوع المري. ولكن 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 اللي بالناموس هنا ياتي عند وقار المسيطر على المركز الاول المسيطر على مقدمه الشوط. سلام خلفان بن سيف على غويس على هذا الاداء اللي تقدمه وقار هنا على المركز الاول. بن زعيتر يحاول هنا مع روعة اللحظات الاخيره. تهانينا لخلفان بن سيف لغويس بنصبه فوز وقار في المركز الاول. روعة في المركز الثاني. احمد بن صالح بن زعيتر المركز الثالث. سعار عبد الله بن صالح الجربوع المري المركز الرابع. لمضرب سعيد الحمير المركز الخامس. سعار سالم بن مانع لغويس. 6 دقائق التوقيت الزمني 9 ثواني و16 جزم الثاني. تهانينا والناموس.